ها سلطان، سلطان يقول انه اول مره يجرب هذا الايس كريم، صح؟ كيف طعمه؟ رهيب. يقول دائما في المدرسه اصحابه يختارونه ويخلصونه عليه، هذا هو. مره عجبك؟ ايوه. واو، وانا اخترت هذا. سلطان فين وصلنا؟ ياسمين مول. ياسمين مول، هذا هو. تبي حلاوه حامضه؟ يلا صح الشقر هذه، يلا اعطيه. اديني ازرق بلو. هذه محمد بسكسين. حبة. ايش رايك فيها؟ عجبتك؟ اخذها ليكي؟ نايلة تحب هذه؟ عشان ما تحب تلبس السوكس، وهذه اسود ما تتوسخ. وكمان يلا. ما احب ابيض. ما تحبي الابيض؟ طيب. هذه حلوة؟ واو، مرة رهيبة. مع التركواز شوف لك فيها؟ واو، مرة رهيبة، بطلة. ابي اشتري شنطة. اي شنطة؟ اوه نايلة تبي شنطة. هذه وريني هي، البسيها. يا سلام، مرة حلوة. شوفوا. واو. سلطان ايش رايك في هذول؟ لا 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 ما عجبتك؟ هذه اللي عجبتكم؟ ايوه. يا حلو. جينا ناخذ لابتوبات صح من المدرسة. شوفوا المحل وصلنا، اجر. ان شاء الله نحصل طلبنا او غرضنا من هنا. شوفوا نائله تبي تشتري هذا الجوال. تبي هذا جوال؟ ايوه جوال وايباد. ممنوع لما تصير سنه جريد 6. اوكي؟ يس. هذا الايباد اللي يبغاه سلطان. لا ايباد لحال يعني. شوف ها ايباد يتقفل. شوف ها. لو تبي تحتاجين كمبيوتر شوف تقدر تشيله كذا ايباد. كمبيوتر ايباد. مره كبير تبغاه كمبيوتر؟ عندك مارك، عندك حاجة تبي تتفرج يوتيوب، تبي تكتب أشياء. أيوة عشان ما أحتاج كمبيوتر. إيه؟ مو لازم يمشي بالسيارة. وهذا قلم. أوكي أيوة. يلا يلا. هاي نايلة اليوم إيش التحدي؟ لازم أمير وبدر دحين نقينا. أمير وبدر غريب. أوكي. وسلطان نايلة. أيوة. هذا طلب مين؟ أية أحلى. يلا كل واحد يقول لي رأيه، اللي ذاق يقول لي. عجبكم؟ طب لسه ما ذقتوا الثاني. يلا من حياخذ الفراولة، بدر ولا أميرة؟ بدر. ودبي. لا 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 أميرة وبدر اختاروا أكلهم. أنا هذا هاف هاف. سلطان نايلة إيش عجبكم؟ حقنا بأمانة حقهم حقهم. خلاص نايلة يعني هنا ثلاثة. أنا عجبني ده. وأنا مع نايلة وبدر وأميرة، هذا عجبني أكثر. كيف؟ فريقك مهزوم يعني أنتوا فايزين. خلاص فين إيش أخذت يا نايلة؟ أخذت إيش؟ شوفوا اللعبة مرة رهيبة فكرتها. العروسة ايش لابسة؟ وهذا الفستان مين تلبسه؟ انا. ترى ب 49 ريال. هذه؟ ايوه ب 49 ريال. وهذه شوفوا الالوان والاشكال. شاكم كريزي. ايوه روعة. واحد الكلام. مرة حلو. ايش بقي نايلة؟ ابغى قصة هنا. تقول وشها ما تقدر تشوف، تبى احد يقص شعرها صح؟ ايوه. اقص نفسك طولتك. بس هذا ما ينفع المقص. آه. يا استني انا ارتبها ليكي وانت قصي لنفسك اوكي؟ هي بعد يديك شوية ما تخرب قصتك. يلا قصي من تحت. هي يلا قصي. هي قصي. تمام 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 تمام. الله يستر سويت. ها اعطيني شعري. شوف يا سلام. شوف الله فنانة. واو. اشوف شكلك كذا تمام تشوفي؟ إيه أشوف. ما عندك مشكلة؟ حركات. يلا وهذا كلاس نائلة مدرستها الجديدة. بس نائلة زعلانة. ليش زعلانة؟ ما بدرس عشان ما في مدرسة صح؟ زعلانة عشان اونلاين صح؟ انت تبين تجي مع اصحابك؟ ايوه. وسلطان الله
سلطان، كيف كان اختبار القدرات؟ حلو. سهل ولا صعب؟ سهل. طبعا اختبروا نائلة وسلطان عشان حينقلوا هذه المدرسة عشان يدرسوا أونلاين فيها. هاي فايف. واللي مو سهل؟ نحاول ونخليه سهل، صح؟ ايوه. ملعب المية، شوفوا المكان مرة روعة، ما في زحمة، شوفوا كيف الهدوء. هذه الزحليقة الكبيرة حمراء، بس هذه هي الألعاب اللي هو هذه وهذه 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 الحمراء وهذه اللي هنا، بس هذا هو المكان ونظيف ومرتب. شوفوا عدد الأطفال، ما في أطفال. الكشكات تبيع أشياء السباحة للأطفال، وهذا محل آيس كريم وأشياء هذه البراميل. وهنا زي ما انتم شايفين غرفة تبديل الملابس، صراحة شيء مرتب من الآخر. طويل هذا، في سروال لحاله هذا الحال؟ ايوه بس طويل ولا كيف؟ افتحه جوا كيف؟ بكم هذا؟ 25. هذا قطن ولا حق سباحة؟ نص نص. هذا مايو؟ هذا 35. هذا 35 وهذا كبير؟ هذا 45. 45. عندهم هنا الألعاب زي ما انتم شايفين، هذه الموية كلها المايو. هذا كم مايو؟ وهذا؟ 30. هذه بكم؟ كم؟ 25. حلو أسعارهم صراحة. يلا خلاص على البيت، نجي بكرة. يلا يلا. هذه حلوة، هذه مرة رهيبة. هذه كيف يا سلطان؟ تتزحلق من فوق تنزل تطلعك كده وترجعك على هنا، يحطونك في هذه البالونة. ايش رايك؟ اذا ما حجربها ما حجيبك، اذا ما حجربيها ما حجيبك. حجربيها؟ خلاص انا انت بكره. سلطان ما حتيجي، ما حتيجي معانا. ايش قلت؟ حتيجي؟ اوكي. شوف نايله تكذب علي ارجعك. حقيقي؟ ها سلطان ايش قلت؟ طيب طيب خلاص يلا. اول حاجه جربونا هذه، بعدين تنتقلون للالعاب الثانيه، هذا شرطه. يطلعك زي كذا بعده يجيبك الثاني جهه. ايوه يلا دحين على البيت. طلعوا زي ما شايفين كبه في اللبن مغمص، ما ادري ايش يسموها. وهذه الصفائح من دبس الرمان، وهذا القلب اللي طلبناه. شوف النجوع. يا سلام.